نبدأ مع بعض المحاضرة بتاعة السكاي، والسكاي تكون محاضرة ظريفة وخفيفة كده وحلوة يعني. فأنا حضرت هنا سين، السين دي يعني ممكن تكون تقيلة شوية، بس هي هتنفع للي احنا عايزينه، وعايزين ننور السين دي. الأول عشان نحط سكاي هنحط أرنولد سكاي. السكاي في أرنولد مقسومة حاجتين، إما إن هي فيزيكال سكاي، تمام ماشي، او ان هي اتش دراي سكاي، يعني اما ان هي سكاي بنشتغل عليها عن طريق ان احنا بنتحكم في المود كله بالصن، او ان احنا بنتحكم فيها عن طريق اتش دراي. هنروح الاول نشتغل على الفيزيكال، وبعد كده نتكلم على الاتش دراي هيبقى عامل ازاي. اولا في التايب، بدل ما هي سكاي انا هقول له فيزيكال سكاي. في الفيزيكال سكاي بصراحه انا مش بعتمد قوي على الانتنسيتي بتاعتها، لان الانتنسيتي بتاعتها بتبوظ السين كلها. على سبيل المثال لو انا مثلا رحت للانتنسيتي، لو انا عايز اخد حاجه زي الغروب، في الغروب او في الفيزيكال سكاي عموما انا عندي بارامترين مهمين قوي هما اللي بيتحكموا في المود ككل. اما الازيموث اللي هو محور دوران الشمس، او الزاويه بتاعتها هتبقى فين، سواء يعني تقدر تقول كده ان دي اللي هي الروتيشن، تقدر تعتبرها الروتيشن بتاع الشمس. اما دي فمدى قرب الشمس او بعدها من سطح الارض او من السطح بتاعك. طبعا كل ما ده بيقل كل ما احنا رحنا لوقت الغروب، كل ما ده بيزيد كل ما احنا رحنا لوقت الظهر. يعني على سبيل المثال لو انا رحت للأزيموث، انا عايز بس اجيب قرص الشمس قريب مني هنا، او في حته في سبوت شكلها كويس مثلا، فانا عايز اروح للازيموس واجيبها مثلا كده. يعني مستني بس تبقى في شكل كويس. طبعا هي الاليفيشن هي عاليه، فانا لو نزلت الاليفيشن لتحت كده ونشوف القرص بتاعها هيجي فين. هو انا افتكر ان احنا كده قرص شمس معانا، بس هو محتاج ينزل بالظبط يعني كده مثلا، ونكبر السان سايز بحيث ان احنا نشوفها. ادي الاليفيشن، تمام. لو خليناها كده بقت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا ما بحبش اخلي الحاجه على خطوط متوازيه في السين، بحيث ناخد ايمج شكلها كويس. يعني حته زي دي كده انا شايف ان الشمس فيها شكلها ظريف. يبقى كده الاليفيشن احنا عرفناه، والازيموث احنا عرفناه. الانتنسيتي بقى، لو انا على نفس وضعي ده وحبيت انزل بالصن لتحت واخد جو زي كده، طبعا انا كده نزلتها تقريبا ورا الجبلين، انما هي كده تمام. طب انا عايز يبقى ضوء الشمس قوي، بس في نفس الوقت احافظ على ان الوقت ده يبقى دسك او وقت غروب. لو انا رحت واحد يقول لي طب ما نعمل صن تنت، لا، الصن تنت انت كده يدوبك بتغير الكالر. انا بقول لك المود، هتروح للانتنسيتي ماشي، خلي الانتنسيتي مثلا 2 باص، تمام. يبقى مش ده الحل، جميل. طب امال ايه الحل؟ اول حاجه انا محتاج ان انا ادي الجو ده اورنج تنت. عشان ادي له اورنج تنت برفع التربوبيديتي. يمكن ارنولد في الحته دي مختصر شويه، لان في الفي راي انا عندي حاجه اسمها التربوبيديتي وعندي حاجه اسمها اوزون. التربوبيديتي اللي هي معدل العوالق في الجو او الغبار في الجو، وبالتالي لون الجو بيتحول للون البرتقاني شويه، والاوزون معدل الرطوبه او بخار الميه، وبالتالي السين بتاعتي بتتحول للون الازرق. فارنولد هو عامل الاثنين في سلايدر واحد. يعني انا لو طلعت بده كده زي ما انت شايف، السما خدت التنت ده. لو نزلت بده كده السما خدت التنت، والسين كلها خدت التنت ده. يمكن انا بسعى دايما للتوازن بين الاثنين. يعني ما تجيش تقول لي انا اقوم عامل كده، التعامل كده انت مش هتجيب اي لون من السكاي كده. السكاي راحت، السكاي كده بالسلامه ماشي، فده انا مش عايزه. في حين بص الشمس بقت قوتها عامله زي شديده جدا، في حين كده انا كده رايح للون السكاي، فانا مش عايز. فانا في السين دي بشكل جزئي انا مش عايز ازرق، فانا هسعى ان انا اطلع ده لقدام كده التربو دي والانتنسيتي انا مش هاجي جنبها، تمام. طب لو رحنا لللايت سكاي دوم، ما تقرب لهوش،
دي في سين زي دي كده ما تقربش ليها. هتقولي طب ما نحط الاكسبوجر، ماشي باظت تمام. فزي ما قلت دي مش هنقرب لها خالص، لان ببساطه هي دي لينكد مع دي، لان هو بيقول لك حاجه اسمها فولو سكاي انتنسيتي. انا لو لغيت دي كده تمام، فانا هنا هيبقى عندي 2 انتنسيتي، فانا هنا قمه اللخبطه اللي في الدنيا، فانا خليني على دي تمام. اللهم الا لو بشتغل هيدر. بالمناسبه في فيرجن 5 حسنوا جدا الموضوع ده تمام. طيب نرجع مرجوعنا تاني، وازاي هنتحكم في الموضوع ده، يعني ازاي نتحكم في الانتنسيتي وفي نفس الوقت ناخد كمان يعني سين احسن من كده. في دي احنا هنضيف لايت اسمه ديستانس لايت. على فكره الديستانس لايت هو زي الانفينيت لايت في سينما. لو انت بتضيف انفينيت لايت في سينما هنروح للديستانس لايت. زي ما احنا شايفين ديستانس لايت اول ما ينزل هنور الدنيا كلها. طبعا ده اللي انا مش عايزه، انا عايز الديستانس لايت ده يكون في نفس السبوت اللي فيها الشمس دي تمام، بحيث ان هو ده هيبقى الشمس دي. طب دي تيجي ازاي؟ مؤقتا كده هبعد ده شويه وهاخد الديستانس لايت ده واطلعه لفوق تمام، وهاخده بعيد عن البيت حبتين. هو الهدف من ده ايه؟ الهدف ان الديستانس لايت ده يفضل انك تخلي له تارجت تمام. فهروح رايت كليك سينما 4 دي تاجز، وهروح لتارجت تاج وهقول له التارجت بتاعك اللي هو المعبد بتاعنا اللي هو ده. اصبح كده لو بصيت، بص بدأنا ناخد اللي احنا عايزينه، فاضل بس ان انا اودي بقى ده كده واطلع ده كده شوية. طبعا انا كده مش عارف احكم عليه، فانا كل انا عايز اعمله ان انا اطلع برا الكاميرا ويتهيألي احنا كده احنا كده تمام. ولو اني عايز ابعد الديستانس لايت لورا شوية بحيث ان انا اخليه حتى كمان ورا الجبل، يعني بحيث فعلا احكي ان دي ان دي صن. ارجع للكاميرا بتاعتي واشوف انا قادر اتحكم فيه، قادر اتحكم فيه او في الاكسس بتاعته. فانا لو مسكت اكس خدت اكس كده بحيث انا عايز تقريبا اجيبه في نفس السبوت اللي فيها الشمس، وافتكر هي هنا بين الغصنين دول تمام بالشكل ده كده. كده الانفينيت لايت بالظبط مكان الصن. بصوا بقى منظر الشادوز. لو انا رحت الانفينيت لايت رحت قايل له ما طبعا الكالر لسه، فانا هاخد الكالر، هاخد الكالر من السين، او ممكن ادي من الشمس حتى. لا مش من الشمس، خلينا ناخدها من الكالر ده تمام كده خلاص. ممكن بقى لو انا رفعت الاكسبوجر خليته 3 مثلا، خلي 2 وخلي انتنسيتي مثلا 3. شايفين ايه اللي حصل؟ اللايت زاد لكن السين بتاعتي ما جرالهاش حاجه، يعني المود بتاعي ما اتغيرش. ممكن كمان انا بدل الكالر اروح اقول له ديتيلز واروح اقول له يوز تمبريتشر، وبدل كده خليها مثلا افتكر 4500 هتدي تنت كالر كويس، ان ما كانش حاجه ان بتوين يعني في الشكل في المساحه دي. فزي ما انت شايف يعني انا قادر ان انا اتحكم في اللايت بتاعي زي ما انا عايز ومن غير السين بتاعتي مطبوس. وده ليه؟ لان انا خلطت بين ان انا اشتغل بارنولد سكاي ومعاها كمان الارنولد ديستانس لايت. خدت الجو اللي انا عايزه. هو بس الفكره بقى بصراحه انا مش عايز، يعني انا فكرت فيها انا معاكم دلوقتي، مش عارف هل في طريقه نقدر نربط بيها الصن الروتيشن بتاع الصن، يعني ان انا الفها كده الروتيشن بتاع اللايت مش عارف. يعني هي الفكرة هو انا لو مسكت الارنولد الصن ورحت رايح كده ورحت عامل كده كده اكس واي مظبوط، هو انا لو لفيت واي طب هو الوقت احنا بقى عايزين نلاقي طريقة ان انا لما لف دي اللايت ده يلف مع دي. هو انا كنت في الفي راي بعمل ايه؟ بقوم رابط الروتيشن بتاع
معلش انا بفكر معاكم بصوت عالي، الامراض الروتيشن بتاع الدوم لايت بالروتيشن بتاع الباك جراوند او الانفايرمنت بتاع المكتب. فلما بلف الانفايرمنت بلاقي طيب. طيب هنعمل ايه؟ طب نعمل حاجه ظريفه كده يمكن تنفع. لو انا خدت نال اوبجكت، النال اوبجكت ده هحطه مكان البيت، مش هو البيت المحور بتاعي، هحطه مكان البيت، هحطه مكان البيت، هو كده في نص في نفس المكان بتاع ده. وخلي المكان بتاعه انا مش عايز اقول اي بار دلوقتي، وخلي المكان بتاع النال ده خليه هنا. كده زي الفل. طيب نطلع ده بره واحطه هنا كده. هسمي ده سم كنترول، سم كنترول. طيب هو انا لو خدت ده رحت حطه هنا، وده قمت عامله كده، مش هيلف؟ هيلف. طب لو احنا لنكنا ده، ربطنا ده مع دي، مش كده تمشي؟ تمشي، الله ينور. طيب تعالوا نحط نال تاني، او بمعنى تاني انا هدبلكيت النال ده بس هشيل الصن واحط كنترولر على ده. تمام، انا هاخد ده كده واعمل رايت كليك واقوم عامل عليه بروتكشن تاج عشان ده انا مش هلفه. ده هنسميه كنترول، وهروح كده واقوم حاطط اكسبريسو تاج، واخد الصن كنترول ده، واخد الارنولد سكاي. بس قبل ما اخد ده كله عايز اروح للكنترول ده واروح ليوزر داتا اقول له اد يوزر داتا. تمام ماشي كده هنا عشان تبقى عارفين انا عملت كده، انا حطيت هنا داتا. تمام كده، فانا عايز اعمل كده اقول له مانج يوزر داتا خلاص، واجي هنا كده في يوزر داتا ديفولت دي هتتساب، اما دي فدي انا هكتبها sun rotation. الانترفيس هيبقى float slider، واليونت هتبقى decrease. مظبوط decrease. تمام، الستيب هنمشي درجة درجة، المينيمم 1 والماكسيمم المينيمم 0 والماكسيمم 360. يبقى انا كده همشي من 0 ل، او خلينا من سالب 360 ل 360. يبقى كده الزيرو بتاعي في النص، يبقى انا هحرك يمين واحرك شمال يعني زي ما انا عايز. جميل، رايت كليك هيدي زي الفل 100 فل و14 كده. ده الصن روتيشن. طب لو رحنا للداتا ديفولت قمت عامل اد داتا، والداتا دي انا هسميها صن تارجت. في الصن تارجت الداتا تايب بتاعي هتبقى نهار ازرق. الداتا تايب بتاعي هتبقى لينك. راحت فين؟ هتبقى لينك. تمام، الانترفيس لينك. حلو، الديفولت فاليو ما عنديش ديفولت فاليو، يبقى كده دي الصن روتيشن وده الصن الصن تارجت. هقوم مديله اوكي. جميل جميل. الديستانس دي لو نشوف احنا كده تمام. دي خليها 240 علشان بس نبقى ايه واضحين يعني. تمام، وهنرجع تاني للاكسبريسو كنترول. كده انا حاطط الصن كنترول، وهحط كمان الكنترول ده
تمام. جميل. وعايز الارنولد سكاي في الكنترول. انا عندي يوزر داتا، عندي سن روتيشن، وهنا عندي يوزر داتا وعندي تارجت. تمام كده كده عندي الاثنين. لو رحنا هنا هلاقي ده، ولو رحنا هنا هلاقي ده. تمام. انا عايز اخد التاج ده احطه برده هو كمان هنا. السن روتيشن المفروض ان هي هتتربط بال السن كنترول ده. هنقول له هنا بيزك ايه كوردينيتس، وهروح ل روتيشن وهقول له واي روتيشن، وفي الارنولد برضو نفس الموضوع كوردينيتس روتيشن وهقول له واي روتيشن. دي كده معايا تمام. اصبح لو انا لفيت السن كنترول المفروض يعني ان كله يلف مع بعض. استنى كده بس يقبض السين. كنترول اس. تمام استنى كده يقبض السين وناخد السن كنترول ده ونجرب كده في ده في الاخ ده وهنعمل الله ينور زي الفل. تمام كده بقى ده بيلف مع ده. فاضل بقى انا كده اتاكدت ان الدنيا تمام. فاضل بقى اللي انا اعمله ان انا هاخد دي كده وهنا السن روتيشن هروح كده لدي كوردينيت روتيشن واي دي هتلف لي، وفي السن تارجت هاجي هنا واوديها هنا وهقول له بيزك بروبرتيز، لا مش بيزك بروبرتيز، تاج بروبرتيز، وهقول له تارجت اوبجكت. يبقى انا لو رحت على ده كده اصبح عندي هنا السن تارجت. انا لو رحت هنا وعملت كده خلاص هو بالسلامه. هنا لو رحت على ده السن تارجت، السن تارجت اللي هو مين؟ اللي هو النال ده. تمام. يبقى انا كده عندي الكنترول كله من حته واحده. لو جينا نبص كده وجينا عملنا ابديت ماشي، وجيت رحت واخد ده كده اهو بقى بتلف زي ما انا عايز. تمام. السكاي بتلف مع الله ينور السكاي بتلف مع الاخ ده. اما ده فده احنا خلاص ده الدنيا معانا تمام. فاضل حاجه مهمه قوي في السامبلز، خليها 3 عشان تبقى السامبلز كويسه. اما الانتنسيتي فممكن ان احنا نرفعها شويتين. دي نقطه. النقطه الثانيه والمهمه قوي كمان في الديستانس لاين، انا عندي هنا حاجه اسمها الانجل. الانجل ده مش الزاويه بتاعته، الانجل ده البلورنس والميل بتاع الشادو. بس خلي بالك ده سنسيتيف جدا. لو عملناه بوينت 2 زي ما انت شايف، زي ما قلت هي الفكره. انتوا عارفين الانجل دي بتكافئ ايه؟ الانجل دي المفروض بتكافئ في ال اللهم صل على النبي في الفي راي. تمام. السايز مالتيبلاير في الفي راي. تمام. لما بتزيد الشادو بينعم. فدي برضو نفس الموضوع بوينت 3 اهو زي ما احنا شايفين. بوينت 5 زي ما احنا برضو شايفين. فخلي بالنا من البارامتر ده. البارامتر ده مهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو انت عايز تزود هنا، لو احنا رحنا للارنولد وجينا نبص على الاليفيشن